استثنائية تاريخية يا عميد، هذه الليلة تاريخية. شكرا سيداتي وسادتي على حسن متابعتكم واستماعكم. الصوت بعد ذلك سيكون مسموعا للجميع من جماهير تعشق الاتحاد وتخفق قلوبها عشقا للاتحاد، وعليها من الآن أن تحتفل في هذه الليلة تاريخية جميلة للاتحاديين. شكرا لكم. لحظات التتويج انتهت، والآن الاحتفالات بدأت في ملعب الجوهرة المشعة مع الرئيس والنجوم والمدرب. بينما عبد العزيز البكر لديه الكثير. شكرا لكم، والآن إلى عبد العزيز البكر.